أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء فإن تولوا فقل حسبي.
توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.